هذا يقول أشكلت عليه آيات في القرآن، أولها قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي الآية الأخرى يقول: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. نقول لا تعارض بين الآيات ولله الحمد. القيامة لها أحوال، يسألون في حالة ولا يسألون في حالة أخرى. القيامة لها أحوال، ما هي بحالة واحدة، في حالة وفي حالة يسألون عن ذنوبهم ويحاسبون، وفي حالة أخرى لا يسألون عن ذنوبهم. ما يجتمع في حالة واحدة سؤال وعدم سؤال، ولكن هذا في حال وهذا في حال، فلا تعارض بين الآيات.